مدرب المنتخب الوطني السي خليل زوزيتش، بغيت نقول له الله يجازيك بخير، الا ما عطينا الثقه. راه الوالد ديالي مريض غير بسببك، راه مرضتي المغاربه كاملين بالاعصاب. الى فين؟ واش 3-0 حشومه؟ ما عمر ميريكان ما ربحتنا ولا شوهتي فينا تكساس وميامي وشوهتي بينا الامريكان كاملين. الله ياخذ فيك الحق. وامتى غتهز بحالاتك؟ سير بحالة. وما بغ... ما فهمتش انا، ما بغاتش تفهم لي فاش كان عندنا المدرب الاخر القديم كانت الامور مزيانه، وهذاش لصقتو عليه. واش حيت رخيص؟ واش حيت عنده علاقه بشي حاجه اخرى؟ انا ما غنوجه حتى اتهامات، لكن المغاربه راه كل شيء كيتسائل علاش الجامعه مازال مخليه. والله يهزك علينا يا ربي قبل ما تهز كورونا. قول امين. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.